نبعد شوية عن الخبر المحزن ده ونروح للأهلي يخاطب الأمن لخوض مباراته الأفريقية على استاد القاهرة. محمد مرجان مدير تنفيذ نادي الأهلي خاطب الأمن إن هو عايز يلعب مباراة الأهلي الأفريقية على استاد القاهرة، وإن شاء الله الأمن يوافق. أظن إن هي حاجة يعني حاجة بسيطة إن شاء الله. الأهلي هيقابل فائز من بطل الجابون وبطل بوركينا فاسو. اللقاء الأول انتهى بفوز بطل الجابون بهدف مقابل لا شيء، وده التقرير اللي قدمه سيد معوض للجهاز الفني بعد عودته للقاهرة إن شاء الله. نروح لخبر تاني. أحمد أيوب بيقول سياسة التدوير بين اللاعبين أثبتت نجاحها. شفنا مباراة النصر وشفنا اللعيبة، مش عايزين نقول بدلة، اللعيبة كل اللعيبة في النادي الأهلي أساسيين بما فيهم حراس المرمى، وهنتكلم برضو عن حراس المرمى ودورهم كمان في نجاح سياسة التدوير للكابتن حسام بدري. لكن شفنا كل اللعيبة ما شاء الله اللي بينزل بيبقى عايز ياكل النجيلة عشان يقول أنا موجود وعشان يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية اللي احنا خلاص مش عارفينها من كتر اللعيبة الجاهزة بفضل مجهود اللعيبة، مجهود الكابتن حسام، مجهود كل العاملين على هذا الكيان الكبير. بيطلع ازارو، بينزل صلاح، بيطلع هاني، بينزل باسم، بيكون فتحي، عبد الله السعيد، لا اجاييه، وليد سليمان، حمودي، حاجه كلها بصراحه حاجه جميله جدا. الاهلي راكب القطر بتاعه وما بيرحمش اي حد بيقف قدامه، قطار ماشي ما شاء الله حاجه تفرح يعني. الاهلي في طريقه للبطوله الـ40 ان شاء الله، خلاص على الابواب. مش عايزين نقول اكيد، شبه اكيد، خلينا نقول شبه اكيد عشان الجهاز الفني بيزعلوا مننا لما نقول اكيد. هم طبعا ليهم كل الحق ان هم يقولوا اللعيبه لا لسه بدري، لكن كلنا عارفين الدوري شبه محسوم للنادي الاهلي. الكابتن حسام بدري عايز يحقق ويكسر ارقام ويحقق انجازات كتير كمان، لكن ان شاء الله يحققها ويعمل كل اللي عايزه. ده هدف صلاح، اول هدف رسمي ليه مع النادي الاهلي. ان شاء الله صفقه تكون من العيار الثقيل، لسه لاعب صغير، الاهلي ممكن بعد كده يستفيد منه في كل حاجه. عايز يبيعه هيبيعه بمبلغ خرافي، عايز يخليه هيخليه ويستفيد منه زي ما تقول قول. لعيب مميز، لعيب صغير مع وليد ازارو، حاجه تفرح. يبدو او يعني كابتن حسام بدري من الوهله الاولى من التشكيله اللي فاتت قال لك او الناس اعتقدوا ان الكابتن حسام بدري بيلعب ب 4-4-2، لكن الكابتن حسام بدري انا قلت قبل كده يبقى صعب قوي يغير الطريقه، ممكن يطوع او يعيد تمركز وليد ازارو او يعيد تمركز صلاح محسن. وشفنا المباراه اللي فاتت، ده هنا وده هنا وده هنا، ما تعرفش مين جاي لك من فين وده رايح فين، حاجه بصراحه جميله جدا. اللعيبه نفذوا 4-2-3-1، عايز تقول 4-4-2، عايز تقول اي حاجه قولها، لكن في الاخر الهدف بيكون اللي هو المكسب، والمكسب كمان بقى مقنع ومرضي لجماهير النادي الاهلي، وكمان في لذه كرويه ومتعه كرويه ان شاء الله الاهلي يحافظ عليها. فخلاص احنا قلنا سياسه التدوير اللي تبعها الكابتن حسام بدري اثبتت ان هي سياسه ناجحه جدا وحققت الهدف منها. طارق سليمان بيقول نختار التوقيت المناسب للتغيير في حراسه المرمى. انا دايما بتكلم معاكم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه، عندنا حراس مرمى على قدر عالي جدا جدا. شريف اكرامي حاجه كانت ما شاء الله، شريف اكرامي لعب وشال وانقذ مرماه ودافع عن مرماه، ويعني حاجه سجل كان خالي من الاهداف كام مباراه، حاجه جميله جدا وحقق ارقام حاجه جميله جدا، لغايه لما الكابتن حسام شاف ان شريف يريح شويه عشان يرجع شريف اكرامي الوحش تاني. خد الشناوي، الشناوي ما شاء الله ماشي زي الوحش برده، ربنا يحميه، حاجه تفرح برده نفس الكلام. لكن انا مش عارف ليه بدانا نفتح بقى سياسه الحراس والكلام ده كله، بصراحه انا مش شايف ليه اي سبب. فخلينا او خلوا الناس تشتغل في هدوء، ما تعملوش بريس على الكابتن حسام والكابتن طارق، خلوا الناس تشتغل في هدوء جدا. اي حد، شريف اكرامي وحش او الشناوي وحش، كل الحراس الموجوده، وعلي لطفي ما شاء الله كمان حارس كمان لسه ان شاء الله هنشوفه، لكن الشناوي ماشي، الشناوي فورمه، الشناوي راح منتخب مصر. فمش عايزين نقعد نتكلم يا جماعه، خلوا المصلحه العامه دايما هي اللي تغلب على كل حاجه، زي ما احنا متعودين. احنا قلنا الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، يعني الاهلي اهم حاجه عنده المصلحه العامه، المصلحه العامه ماشيه دلوقتي زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص، الشناوي ماشي زي الفل، اكرامي خد الماتش اللي فات اطمنا عليه، لكن خلاص ربنا بقى عايز ده في روح المنتخب، عايز ده في روح المنتخب، ما يعني بلاش ندخل في الاقدار اللي بتكون محدده للاعبين. خلي ربنا ماشي كل حاجه، اللعيبه ماشيه كويس قوي، الحراس ماشيين كويس قوي، زي ما قلت تاني وتالت وبعيد، اكرامي وحش وحش افريقيا، لكن الشناوي دلوقتي ما شاء الله عليه، فخلوه لغايه لما يقول خلاص يا جماعه انا لازم اتغير.
دي كانت أهم الأخبار اللي عندنا. عايز كمان أقول للنجم الكبير عماد متعب، كل سنة وأنت طيب ودايما طيب ودايما مفرحنا، حتى وأنت مش في الأهلي لكن دايما في قلوبنا وفي قلوب كل الجماهير الأهلاوية. كل مصر النهاردة احتفلت بعيد ميلاد عماد متعب، وكلهم بعتوا لي رسايل على الواتساب وعلى تويتر وعلى الفيسبوك. عماد متعب نجم أهلاوي فرض حبه على الجماهير الأهلوية، وفي قلب الجماهير الأهلوية زي ما نجوم كتير فرضت نفس الحب على الجماهير الأهلوية، زي ما قدام حضراتكم النجم الكبير عماد متعب. 35 سنة إن شاء الله يا عماد تلعب لغاية، يعني عايز تلعب لغاية كام؟ لغاية لما أنت تقول أنا خلاص. معاك حسام غالي برضو نجم كبير، حاجة يعني تفرح. عايز أقول لكم بسرعة بطولات عماد متعب مع النادي الأهلي، ما شاء الله 8 دوري عام، 2 كأس مصر، وستة كاس سوبر مصري، وأربعة كاس سوبر أفريقي، وأربعة دوري أبطال أفريقيا ما شاء الله، وواحد كاس كونفدرالية مكتوب عليها تحتها كده عماد متعب، إمضاء عماد متعب كأس السوبر أفريقيا. 8 و2 10 16 20 24 25 بطولة ما شاء الله. ده غير بقى يعني الحاجات اللي احنا ضحك علينا فيها، يعني حاجة جميلة جدا. كل سنة طيب يا عماد، ومليون سنة ليك في الصحة والخير كده إن شاء الله، أنت وأسرتك وولادك، ودايما في قلوب الأهلوية كل المصريين وكل المحبين للرياضة المصرية. أفكركم بسرعة بنتائج الأسبوع اللي اتلعب بالمصري والاتحاد، اتأجلت. إنبي والإسماعيلي، إنبي كسب هدفين مقابل لا شيء، كانت مفاجأة كبيرة مع الكابتن خالد في أول مسؤولية فنية ليه، كابتن خالد متولي. 2-0 عرف السيد، ومحمد مجدي من ضربة جزاء، بتروجيت والزمالك، وفوز كبير نادي الزمالك 3-1. إيهاب جلال رجع تاني بنادي الزمالك، وإيهاب جلال مدرب محترم جدا، واستنوه هيعمل حاجة كويسة جدا مع نادي الزمالك. سموحة ومصر المقصة اتأجلت. طنطا والرجاء 0-0، الفرقتين بلغة الكورة يعني خلصوا على بعض. أعتقد إن هو كان ماتش لازم يخلص لأحد الفريقين، لأن النتيجة أو التعادل السلبي وقعهم هما الاثنين. الداخلية والمقاولين، المقاولين اقتنص فوز غالي جدا على الداخلية في عكر داره، هدفين مقابل هدف واحد، أحمد صابر وحسام سلامة. الإنتاج الحربي والأسيوطي انتهى بفوز الإنتاج الحربي مع كابتن مختار ومجدي عبد العاطي، ماشيين ما شاء الله. هارد لك للكابتن علي ماهر برضه، عامل طفرة فنية في الدوري الممتاز، لكن النتائج مش مساعدة الفترة الأخيرة. 1-0 خالد قمر، النجم اللي أعاده الكابتن مختار تاني، بيقول للناس كلها انا صفقه وانا فرود من العيار الثقيل. مختار او الكابتن مختار يعني اعاد اكتشاف ان خالد تاني. موجودين بس عايزين حد يشغلهم، عايزين حد يطلع اللي جواهم، عايزين حد يقول لهم يعني ايه اروح للمرمى، يعني ايه اجيب اهداف، يفكرهم تلعبه كويسه، يمرنهم. عايزين مدرب يعني من الاخر. وادي دجلة وطلائع الجيش، دجلة 3 نقاط غالية جدا جدا على دجلة. كابتن طارق العشري النهاردة يعني كان هيموت، كان في فرصة أخيرة كده في آخر اللقاء لطلائع الجيش، فرصة هدف 100%، عشان ربنا بيحب طارق العشري. وادي دجلة خدوا 3 نقاط غالية جدا جدا، هتطلعهم شوية شم نفسهم لفوق للمركز ال 14 ان شاء الله. يوم الخميس الاتحاد السكندري وانبي، الاسبوع 26 النصر والزمالك، الرجاء وسموحه، طلائع الجيش وبتروجيت الاسيوطي والداخليه، والاسماعيلي مع طنطا، الاهلي مع الانتاج الحربي. الكلام ده يوم السبت ان شاء الله. يوم الاحد المقاولين العرب مع المصري البورسعيدي، ومصر المقصه مع دجله. يوم الثلاث الزمالك مع طلائع الجيش، وطنطا الاربع طنطا مع الاتحاد السكندري والداخليه مع الاهلي. ده الاسبوع 27 هنتكلم ان شاء الله بعد الفاصل مع ضيفنا او نجمنا الكبير، كابتن الكبير اللعيب اللي كان مميز جدا باك ليفت، كان عصري قوي، كان سابق لاوانه بصراحه، وكان دايما بيجيب اجوان وكان بيغيظ بيها ناس كده وبيعمل حاجات كده. الاهلاويه اطلقوا عليه مالديني الكره المصريه، اكيد حضراتكم عارفينه، واكيد المدير الفني نادي الاهلي السابق واحرز معاه بطوله غاليه جدا، البطوله الافريقيه، النجم الكبير محمد يوسف. استنوه بعد الفاصل.